لعمل توست بحشوة المسخن راح نسلق الدجاج ونقطع صغار ونصفي المرق لحين الاستخدام، ولعمل الحشوة نحط في مقلاة ربع كوب زيت زيتون واثنين بصل نقطع صغير ونقلبه حتى يذبل تماما، ثم نضيف له رشة فلفل أسود وفلفل حار وملح وملعقتين كبار من السماق والدجاج المسلوق ونقلبه، ثم نرفعه ونضيف له ربع كوب صنوبر محمص، ندهن الصينية ثم نفرد التوست ونقطع أطرافه ونحشيه وندهن الأطراف في مرق الدجاج ونلفه بشكل رول ونصفه بالصينية وندهنه بشوي بمرق الدجاج ونزينه بالسماق أو الزعتر وندخله الفرن 10 دقائق، ثم نخلط الزبادي مع اللبنة وفص الثوم ورشة ملح ونقدمه مع التوست وبالعافية.